الآن في مخيم بجوز يزون للمهجرين كما اعتدنا يعني على الأوضاع الإنسانية المزرية داخل المخيم، في ازدياد على العائلات بشكل يومي ونقص في المساعدات ونقص في أمور التدفئة، يعني استجابت بعض الجهات المعنية ولكن هناك معاناة إنسانية أيضا بالنسبة لأمور الخيم وأمور أخرى. نسأل الزلمة هون ونشوف إحنا شلون وضع المخيم أيضا. السلام عليكم. السلام. شلون وضعكم أنتم هون المعيشة الإنسانية بالنسبة لأمور التدفئة والخيم؟ والله ما في شيء فاضي. شو بتحب تحكي أنت عن وضعكم؟ حتى نوجه اسمه نوجه العالم، لا عندنا خيمة، لا عندنا فرشة، لا عندنا أحرام، لا عندنا شيء. قاعدين تحت رحمة الله. كم عائلة بالخيم الواحد عندكم؟ يعني 10 أنفاس، 12 نفر، 15 واحد، عيلتين وثلاث قاعدين. يعني عائلتين وثلاث عائلات موجودة في المخيم. أنتم منين نزحتوا؟ من الشيخ مسكين. من الشيخ مسكين المدمر. الله المستعان. الله يعطيك العافية. إن شاء الله تصبح بخير. الوضع كمان يعني مخيم أشوفه من أكثر الأشجار. كمان بنت. أهلين وسهلا. الله يحفظك. الله يسلمك. شلون الوضع عندكم هون بالنسبة لازدياد العائلات؟ وكم عائلة بالخيمة الواحد؟ وشلون أمور المساعدات هون عندكم؟ والله المساعدات صار من وقت جينا لهون ما شفنا شيء. وبالخيم كل عائلتين سوا ساكنين بالخيم هاي. يعني كلنا قاعدين هون. يعني ما عم بيجيكوا خيام؟ لا لا، حتى الآن ما جانا ولا خيام. طلبنا بالخيم ما حدا جابنا. والله عندي ولد مذوب ذوب شيلته، صرت اعمل له ثلاث عمليات وهسه بده عمليه رابعه. يعني طلبته من منظمه؟ طلبنا وهذا ما حدا لبنا ولا لحدا نهائيا. بسم الله. وبده هسه عمليه رابعه. والله ما معي منها 5 ليرة اساوي له العمليه رابعه. شلون اموركم بالنسبه لامور التدفئه؟ يعني ما اجاك؟ والله ولا اجاني شيء، صار من وقت جينا على المخيم لهون لا تدفئه ولا شيء نهائيا. بالنسبه لامور المدارس هون شلون بتقربوا؟ ولا في مدارس ولا في شيء، ما في شيء. يعني ما فيش تعليم بعد ما خرجتوا من مدينه الشيخ مسكين؟ يعني لا تعليم ولا اي شيء؟ وما ولا شيء، لا تعليم ولا شيء نهائيا، مثل ما انت شايف، وين ما في مدارس ولا في شيء. يعني لو كنتوا تحت شجر عايشين ولو كانت العيشه صعبه، بس انه بتطالبوا مخيمات؟ مخيم بس يعني المهم نطالب بنعيش وين ما بنعيش، ما فيش دام، ما فيش عندنا اي انه الواحد يعيش لو بس المهم نعيش هو وعائلته لحالهم. نعم. مكان لو كان بس بنطالب بخيم كمان. شوف بالهواء ولا بنقعد فيها؟ يعني اذا بيجي هواء قوي بطير الخيمة بتشيل بتطلع الخيمة. انتم مش غشيمين، كلكم شايفين هذا الظل واقعك فارج كله خيم. الان في مخيم لجوء اخر من مخيمات الريف الغربي من محافظة درعا، لنرى ما هي معاناة الناس واللاجئين في ظل الظروف الصعبة التي تمر، يعني الذي يمر بها ارياف درعا وحالات النزوح المستمرة. شلون وضع عندكم حجي؟ والله الوضع تعبان غير مقبول. والله يا ابي غير مقبول، وانا محروم من العداله. نسمع انه بالمطرح الفلاني بالمطرح الفلاني، هذا نسمع. يعني ما بيجيكوا السلع الغذائيه؟ ما بيجيكوا اي شيء؟ والله زمان ما جانا، من 7 أشهر ما جانا ولا جميع شيء والله. كم عائله انتم ساكنين بالمخيم؟ هون 14 عائله. 14؟ نعم. والمخيم اللي تحتيكم هون؟ هون 7-8 بيبي. المهم حوالي 7-8. المنطقه هاي منطقه العجمي اسمها؟ منطقه العجمي. اي الله المستعان. شلون بتدرسوا اولادكم؟ شلون اموركم بالتدفئه؟ التدفئه ما جانا جميع شيء ابدا. يعني ولا اجت لعندكم ولا اي منظمه اغاثيه ولا حدا طلع عليكم نهائيا؟ ابدا ما في شيء. والله ما في. تحبي تحكي شيء يا حجه؟ سلامتك يا خاله. والله كاتن الهلاك وكاتن الجوع وكاتن التعب وكاتن ما فيش معنى. يوم نجيب خبزات يوم ما بنجيبنش. يعني بدك الدين، يعني بتيجي مصاري ما بنشوف، بتيجي اغذيات ما بنشوف، بتيجي ايات حاجه ولا ما بنشوفه. بقول اجعل مطرح الفلاني، اجعل مطرح الفلاني، وين احنا بدنا نروح نركب؟ يعني ما حدا طلع عليك ولا حدا يجي؟ ولا حدا بيطل علينا، بكذب بكذب، كل شهرين ثالث وهالمعينات مره واحده. على علم الدنيا كلياتها. من 6 أشهر. يعني انتم هسه الان عندكم مخيمين، 14 عائله هون، 14 عائله بالجزء الثاني هون كمان. ايوه. ما بنشوف شيء. 28 عائله. ما بنشوف، في حصرتي والله قاعدين بس نتفرج علي بوخ وعلي بجيب وعلي بحط بس نتفرج عليهم. طيب شلون نروح نشتب ويح نعيش؟ وشغل ما فيش والله. وشغل ما فيش. يعني بدنا نشتغل بس والله اني يا الختان قاعد اطلب شغل والله ماني ملاقي. بدنا نشتغل مش هي مش الشغل والعمل مش هي بس. والله كيف نهار عشان نفارها والله هذا على علم جابر. والله ورقه ما اولادنا هذول ان شاء الله بتصل الصوت.